مذكرة يونت 6 يلا. Air pollution يعني تلوث الهواء. Air pollution تلوث الهواء. Canal يعني قناة. قناة. Drought جفاف. Drought يعني جفاف. Electric يعني كهربائي, يعني يسير بالكهرباء زي electric cars العربيات اللي بتمشي بالكهرباء. Electric buses الاوتوبيسات اللي بتمشي بالايه بالكهرباء. Electric. Environment البيئة. Environment البيئة. فلاد فيضان. فلاد يعني ايه فيضان. ماونتن يعني جبل. ماونتن يعني ايه جبل. ريبورت تقرير. رابش قمامة. بلاك هاني العسل الاسود. بلاك هاني. بلاك دي اسود وهاني عسل. بلاك هاني يعني العسل الاسود. كانال يعني قناة مائية. كوتون يعني القطن. كوتون يعني القطن. ديليشس لذيذ. ديليشس لذيذ. انتروديوس يقدم. انتروديوس يعني ايه يقدم. اللي وراها لوكيت يعني يقع. لوكيت يعني بس دي بتيجي بالطريقه دي بقى از لوكيتد اون يعني تقع على. از لوكيتد اون ده تركيبه على بعضها. اللي وراها لوكيت يعني تقع بس بتبقى مرتبطه باز لوكيتد اون يعني تقع فيه. مونيومنتس الاثار. مونيومنتس اللي هي الايه الاثار. موسك يعني مسجد. موسك يعني مسجد. دياجرام الرسم البياني. دياجرام الرسم البياني. بيرن يعني يحرق او يحترق. سوليوشن يعني الحل. سوليوشن يعني الايه الحل. سولف اللي تحتيها يحل. سولف يعني ايه يحل اللي تحت دي. فوت يعني يصوت في الانتخابات يعني يدي صوته في الانتخابات ينتخب حد يعني فوت. colored يعني ملون. colored يعني ايه ملون. الناحية التانية هنا seat يعني مقعد زي ده زي اللي قاعدين عليه ده كده seat مقعد. warn يحذر. warn يعني يحذر. water pollution تلوث الماء. water pollution يعني تلوث الماء. قبل كده قلنا air pollution تلوث الايه الهواء. bar chart يعني رسم بياني شريطي. cause يعني يسبب. cause يعني ايه يسبب او ممكن يجعل يخلي يعني. changing world العالم المتغير. changing world العالم المتغير. climate change تغير المناخ. climate change. electricity الكهرباء. electricity الكهرباء. green energy الطاقة النظيفة اللي هي الغير ملوثة للبيئة. الطاقة الغير ملوثة للبيئة زي الطاقة الكهربائية ما بتلوثش الجو يعني. green energy. pray يصلي. pray يعني ايه يصلي والماضي منها prayed. title عنوان كتاب او قصة. title يعني عنوان. east الشرق. east north الشمال. south الجنوب. west الغرب. damage يدمر يتلف يخرب يعني. broadcast اللي هي البث الاذاعي. broadcast في r ناقص هنا. broadcast هي pr. pr قبل الاو كده pr. broadcast. اللي وراها بقى aim to يهدف الى. aim to يعني يهدف الى. city center وسط المدينه يعني او وسط البلد زي ما بيقولوا. collect يجمع. collect يعني ايه يجمع. event يعني حدث. event يعني ايه حدث. الناحيه الثانيه بقيه الكلمات. line graph رسم بياني خطي. line graph رسم بياني ايه خطي. melt يذوب او ينصهر على الجليد كده لما يذوب فوق قمم الجبال يسيح يعني دي معناها ملت والماضي منها ملتت. بريزنتيشن عرض تقديمي. بريزنتيشن عرض تقديمي. ريسايكلينج إعادة التدوير. إعادة التدوير. سيريوس يعني جاد أو خطير. تمبريتشر درجة الحرارة. تمبريتشر درجة الحرارة. أكسس يعني محور. أكسس يعني إيه محور اللي هو محور السينات ومحور الصداق ده في الرياضة. ويذر الطقس. بروتكت يحمي. ريسبكت يحترم. سكوبا دايفنج رياضة الغطس. سكوبا دايفنج. وايلد لايف الحياة البرية. ذا ريد سي كوست ساحل البحر الأحمر. سويتس الحلوة. سويتس الحلوة. مهمة كلمة دي لما جت مرة قبل كده بماذا تشتهر دمياط كنا محتاجين كلمة سويتس دي الحلوة. بروديوس ينتج. بوزيشن يعني مكان أو موقع. انكلودنج يعني متضمنا أو مشتملا على. انكلود يتضمن أو يشتمل إيه على. ريمايند يذكر مش يتذكر يذكر يعني حد يفكر حد بحاجه. ريفر بانك اللي هي ضفه النهر اللي هي جناب عارفين النهر الجناب بقى بتاعه النهر يمين وشمال. تونز اللي هي الاطنان. تونز يعني ايه اطنان. وراها بقى هنا عندنا الكلمات اللي تحت. جلوبال ديت اللي هي في النص
في النص هنا كلمة جلوبال يعني عالمي، جلوبال عالمي، امبورتنس أهمية، امبورتنس أهمية، فولنتير يعني متطوع، جاس يعني غاز، جاس يعني غاز، ليد تو يؤدي إلى أو يؤدي إلى يعني أيديا فكرة، أيديا يعني إيه؟ فكرة. السؤال الأولاني الأسئلة اللي اختار دي، الأسئلة دي متعلقة بالكلمات يعني بالكلمة ملاش دعوة بالقواعد. السؤال الأولاني بليز يعني من فضلك، تيك يور اي هوم، خذ ايه الى البيت يعني ارجع بحاجة مش عارف ايه كده البيت، المهم ارجع بيه الحاجة دي، خد دي، دونت ليف ات، لا تتركها، دونت يعني لا وليف يعني يترك، دونت ليف ات لا تتركها، ان ذا بارك في الحديقة عرفناها هتبقى ايه؟ رابش صح يعني ارجع بزبالتك دي معناها كده خلاص واحد بيخ. بصوا بقى معايا، يبقى بليز تيك يور رابش هوم خلاص. السؤال الثاني بيقول لي ات واز رينينج، ات واز رينينج كده ماضي مستمر عشان واز والفيرب فيه اي ان جي يعني الدنيا كانت بتشتي فور دايز لايام ياما يعني، and then there was وكان هناك كان فيه ايه لما الدنيا تشتي كتير بيحصل حاجه اسمها ايه فلاد. برافو برافو عليك، فلاد يعني فيضان، فلاد يعني ايه فيضان، فيضان ده يعني الميه بتغرق الارض يعني ليه، عشان اهم حاجه كلمه السر في ايه ان it was raining too much بتشتي كتير او four days لايام قعدت تشتي ايام كتيره يبقى سببت في حاجه اسمها فلاد فيضان. السؤال رقم 3 there are يوجد a lot of cars الكثير من السيارات in the city في المدينة so لذلك the air الهواء ايه is very bad صح the air pollution يعني تلوث الهواء is very bad سيء جدا. الجملة اللي وراها there was no rain، خدوا بالكم الكلمة دي بقى، بص there was no rain يعني مفيش مطر، وقال فور مانث لاربع اشهر مفيش شتاء لمده اربع شهور، قعدت اربع شهور ما بتشتيش. سو لذلك ذير از يوجد ايه اصبح في ايه؟ جفاف. جفاف يعني دراوت، جفاف يعني ايه؟ دراوت اللي هي سي تمام. اللي وراها نوت ميني، ميني يعني الكثير من، لما اقول نوت ميني مش كتير من، ليس الكثير من السمك ليف الاسماك يعني ليف تعيش in the river في النهر because it's very لأنه إيه؟ محدش يقول تلوث، أنا بقول it is very يبقى هو على النهر تلوث ولا ملوث؟ مش pollution، polluted، ملوث يعني إيه؟ polluted مش pollution، ها خلي بالكم الكلام، لأن بقول إيه؟ لأنه إيه جدا؟ تلوث جدا ولا ملوث جدا؟ ملوث. شفتوا بقى المعنى يبقى it's very يبقى polluted. السؤال اللي وراه بايكس العجل or a form of transport يعني صورة من صور النقل يعني because they use no fuel لأنه ما بيستخدمش الوقود يبقى صورة من صور الايه عايز اقول الطاقة النظيفة. العجل ده جرين، اي حاجة غير ملوثة للبيئة جرين. السؤال اللي وراه بيقول لي دراير ويذر، دراي يعني الجاف، فقول الطقس الجاف او الاكثر جفافا از نوت ذا ايس، الجو لما يبقى جاف يعني الشمس جامده والجو حر كده وبتاع بيعمل ايه في الثلج اون ذا توب اوف ذا ماونتس، برافو بيسيح بيذيب الثلج جدع، يعني ايه بقى بيذوب الثلج؟ ميلتنج، ميلتنج يعني يذيب الثلج على الجبال، ذا توب اوف ذا ماونتن يعني فوق قمم الايه الجبال. الجمله اللي وراها بصوا بقى معايا كده ذا اي از جيتين هاير، جيتين هاير يعني يرتفع بيكوز ذا كلايمت از تشينجينج لان المناخ يتغير، جيتين هاير يعني ترتفع لان، جيتين هاير يعني ترتفع لان المناخ بيتغير. شاطره. تمبريتشر اللي هي درجه الايه الحراره. السؤال اللي وراه كلايمت تشينج، تغير المناخ كان كوز يعني يمكن ان يسبب، ممكن يسبب ايس، احنا قلنا ممكن نترجم كوز هنا يعني يجعل، يعني يجعل ايس الثلج اون توبس اوف ماونتنز على قمم الجبال، ممكن يخلي الثلج اللي على قمم الجبال يحصل له ايه؟ ميلت يذوب صح اهي، ميلت يعني ايه؟ يذوب.
اللي وراها على طول. اللي وراها بيقول لي many countries، الكثير من البلاد تراي بتحاول انها، الكثير من البلاد تحاول. المفروض تراي لو جت وراها تو بيجي مصدر، طب ما فيش تو، يبقى الفيرب فيه ايه؟ ing اللي هي تراي ريسايكلينج. ريسايكلينج يعني تعيد تدوير الايه؟ القمامه، يعني تجيب الحاجات القديمه تصنع منها ايه؟ جديده. انه بقى جمله اللي وراها هنا انرجي بيقول لي ايه؟ انرجي doesn't damage، لا تدمر البيئه. انه طاقه اللي لا تدمر البيئه، جرين انرجي يعني الطاقه النظيفه. الجمله اللي وراها بيقول لي هنا don't leave your، لا تترك your ايه هير، لا تترك مش عارف ايه هنا، you should take it to the nearest bin. bin دي سلة مهملات، صندوق زبالة، خدها لأقرب صندوق زبالة. رابش صح. الجملة اللي وراها بيقول لي people، الناس think، يعتقدون that beaches، ان الشواطئ are، ان الشواطئ are ايه، عايز نقول مكان مريح يعني، because people، لان الناس go there، يذهبون الى هناك، and forget their worries، وينسوا ايه القلق والمشاكل اللي عندهم يعني كده. يبقى ريلاكسنج صح، ريلاكسنج يعني مكان مريح يعني. الجمله اللي وراها the air in Australia، مش عارف ايه كده في استراليا، is becoming hotter and drier، يعني اصبح اكثر حراره واكثر جفافا. ايه ده؟ في نوعين، خلي بالك كلمه كلايمت يعني حاله الجو لفتره طويله، ويذر حالة الطقس لفترة قصيرة. ويذر الطقس ده بتبقى ايه؟ يوم يومين اسبوع بالكتير. انما كلايمت المناخ اللي هو حالة الجو في السنة كلها. فهنا بيقول ان الجو في استراليا اصبح حارا وجافا، ده المناخ ولا الطقس؟ لا المناخ، عشان اتغير يعني. طالما حصل تغيير يبقى التغيير مش بيحصل في الطقس، بيحصل فين؟ في المناخ. الجملة اللي جاية هنا بيقول لي it's raining heavily، الدنيا بتشتي بغزارة this week، هذا الأسبوع. I think there will be a serious، المفروض النقط تبقى بعد serious يا جماعة، ها المفروض النقط بعد كلمة serious. بيقول الدنيا بتشتي بغزارة هذا الأسبوع، وأعتقد إن هيبقى فيها serious إيه؟ flood، فيضان جامد. اللي وراه فيضان، flood يعني فيضان عشان بتشتي بغزارة. الجملة اللي وراها بيقول لي إيه cars، أنه نوع من السيارات are better than usual cars، يعني better than افضل من السيارات العادية. they don't pollute، لا تلوث the environment، البيئة ما بتلوث البيئة. يبقى ايه؟ قول اللي هي انا بالانجليزي يعني. ما في كلهم بكهرباء، الكتريسيتي الكهرباء نفسها، الكتريكال والكتريك كهربائي، الكتريشن ده كهربائي، ده الفن الصنايع بتاع الكهرباء. اللي هي الثالثه احفظوها بقى، الكتريك كارز اللي هي الثالثه الكتريك. الجمله اللي وراها بيقول every activity، كل نشاط people do، الناس بتعمله، كل نشاط الناس بتعمله can damage، ممكن يدمر or help او يساعد الايه وليف ان اللي احنا عايشين فيها، ها البيئه صح environment. تمام. رقم 18 بيقول some countries، بعض البلاد have لديها serious ايه؟ serious دي خطيرة، بيبقى عندها ايه خطيرة؟ رقم 18 بعض البلاد لديها ايه خطيرة؟ have serious ايه كده؟ because لو كملنا بقية الكلام there isn't any rain، لا يوجد اي مطر، there isn't، لا يوجد اي مطر for a long time، لفترة طويلة. قلناها كتير الكلمة دي يا جماعة، يعتبر اسئلة بتتكرر تاني. فين دي اصلا؟ في رقم 18 في المذكرة. يبقى there isn't any ايه؟ فلات. لا مش جفاف، ده فيضان. دراوت. دراوت الجفاف اسمه دراوت. مش عارفة انطقها بس هي جفاف. دراوت. دراوت. بالدي بالدي. دراوت. دراوت يعني جفاف. الجي اتش ما بتتنطقش. الجملة اللي وراها يا جماعة، هو أول ما تلاقي ما فيش مطر يبقى جفاف، مطر غزير يبقى فيضان. الجملة اللي وراها ايجيبت هاز اوورد، مصر لديها ايه دافئ، لديها ايه دافئ، مصر لديها ايه دافئ. all over the year، طول السنه، طول السنه. يبقى طقس ولا مناخ؟ طول السنه.
مناخ صح يعني كلايمت 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 ما ده فايدة الفيديو بقى مش تسمعوه تاني This week هذا الأسبوع the A is going to be بص هذا الأسبوع بس الأسبوع ده ها the A is going to be very hot هيبقى حر جدا weather صح الطقس weather اللي هو الايه الطقس هيكون حر جدا الطقس يا جماعة الجملة اللي وراها more مزيد من أو الكثير من الايه مين تعني worse fires worse fires يعني حرائق أسوأ than ever before اكثر من ذي قبل يعني ها هو بيقول ايه اللي ممكن يسبب في الحرائق برضو الجفاف الجفاف بيسبب حرائق عشان بيبقى الزرعه بتنشف وكده فوارد ان يحصل ايه حرائق يعني عشان الزرع بينشف بيبقى عشب يعني water ايه اللي هو مش عارف ايه الماء كده بيكيم اصبح much more worse يعني اكثر سوءا وورس دي على فكره في الصفات اسوأ من اكثر سوءا زان من ذا لاست 10 ييرز السنوات العشر الماضيه ها عايز اقول ايه الهواء اول واحده بولوشن صح ووتر بولوشن يعني تلوث الهواء الجمله اللي وراها يا جماعه بولوتد فود يعني الطعام الملوث الطعام الايه الملوث اي يو تو بيكام عايز اقول يخليك يعني يجعلك يعني ها الأخير cause صح cause you to become يعني يتسبب انك او يجعلك يعني cause you to يعني يجعلك تصبح مريضا become ill يعني الجملة اللي وراها droughts الجفاف or as بين as و as بحط الصفة لو تفتكروا في الجرامر بين as و as بحط الصفة فبقول ان الجفاف as a as flood مثل الفيضان الجفاف ايه زي الفيضان صح خطير زي الفيضان سيريس سيريس يعني خطير زي الفيضان بالظبط الجمله اللي وراها بيقول لي ماي هوم تاون يعني مدينتي المدينه بتاعتي يعني از نوت اون ذا ستري اون ذا كوست عايز اقول تقع انا قلت لكم في كلمات كده بتيجي مع بعضها ها بيجوا مع بعض كده بمعنى تقع فيه از located on الثلاثة على بعض is located on يعني تقع في بناصة كلمة ايه located on the coast على الساحل البحر يعني بعد كده it's in the southeast الجملة اللي وراها بيقول محمد صلاح the famous sports person يعني اللاعب المشهور يعني او الرياضي المشهور is a for his kindness ها is a معروف يعني معروف لدى يعني معروف بطبطه يعني is كلمة معروف بي يعني ايه معروف بي is ايه known is known for معروف بي يعني is known for الجملة اللي وراها my computer الكمبيوتر بتاعي is كذا عايز اقول متصل يعني to the internet عايز اقول my computer is a to the internet متوصل بالنت بس بعد كده بقول so I search easily انا ابحث بسهولة for anything I want عن اي شيء اريده لا كوميونيكيتد دي لما يكون واحد بيتواصل مع حد مع اشخاص يعني ها يبقى هتبقى كونكتد الاولى صح تمام يا شهد الله ينور كونكتد هي بس لا كونكتد معلش تمام مش الاولى لا الاخيره يا جماعه كونكتد الاخيره كونكتد تو ذا انت احفظوا بقى الكمبيوتر لما يكون متوصل بالنت يعني ايه كونكتد تو ذا انترنت خلاص اللي وراها بيقول لي ميني بيبل الكثير من الناس لايك تو فيزيت بورت سعيد تو اي فيش ليصطادوا السمك كاتش فيش يصطاد سمك يعني كاتش فيش فاكرين لما قلنا تو زائد المصدر بتترجم لكي يصطادوا السمك اي فيزيتد ده انه تصريف ده فيزيتد ده يعني الفعل ماضي زرت انا زرت الاحمدي موسك مسجد الاحمدي ان طنطا في طنطا and a in it وفيه انا ايه فيه prayed صليت فيه prayed يعني ايه صليت فيه الجمله اللي وراها رقم 30 احنا دلوقتي 30 ايجيبت هاز لديها wonderful يعني رائع وانشنت يعني قديم لديها مش عارف ايه كده قديمه رائعه ها which tourists السياح يعني like to visit بيحبوا يزوروها يبقى عايز يقول ايه بقى
آثار، لديها آثار، آثار رائعة. السياح بيحبوا يزوروها. يعني كلمة آثار اللي هي مونيومنتس، مونيومنتس الآثار، أول كلمة مونيومنتس الآثار. موست فروت، معظم الفاكهة اند فيجيتابلز والخضروات ار، عايز اقول تزرع بقى ان ذا لوكال اريا، في المنطقة الايه المحلية يعني، في المهم يعني تزرع الخضروات والفاكهة. تزرع ولا تزرع؟ تزرع. احنا قلناها قبل كده، يبقى انا محتاج التصريف الثالث من فعل يزرع، لان از او ار لو جه وراها تصريف ثالث يبقى الفعل مبني للايه؟ للمجهول. قلناها قبل كده از او ار زائد تصريف ثالث يبقى الفعل مبني للايه؟ للمجهول. يبقى الخضروات والفاكهة تزرع، يبقى ار ايه؟ ها جرون، صح جرون. اللي وراها يا جماعه مينيا، مدينة المينيا، يعني هاز ديليشس، لديها ديليشس دي لذيذ، بلاك ايه خدناها في الكلمات هاني صح، عندها لديها عسل اسود جميل يعني طعمه حلو يعني ديليشس، اسمه بلاك هاني. وحتى بصوا بقيه الكلمات، ميد فروم شوجر، يصنع من السكر. ميد فروم شوجر يعني ايه؟ يصنع من السكر. فعلا العسل الاسود بيتعمل من السكر. بريد بقى الخبز، از ميد فروم، يصنع من الخبز، يصنع من ايه؟ بيصنع من ايه؟ لا فلاور ده مش مكتوبة، دي مش مكتوبة اصلا، مكتوبة حاجة تانية، ويت القمح اخر كلمة. دي بص بريد الخبز is made from wheat، ويت ده القمح، الخبز يصنع من القمح. اللي وراها ايه؟ is a long area، long area of water يعني منطقة طويلة من المياه. made for ships or boats، للقوارب وللسفن. كانل صح، كانل، عشان كلمة دي طويلة، دي بتبقى طويلة. نقط is a plant، هي زرعة أو نبتة. used for making clothes، تصنع لصناعة الملابس، هي حاجة كده بيزرعوها عشان يعملوا منها بعد كده ملابس. صح كوتون، صح برافو عليك كوتون. اللي وراها يا جماعة يلا تمام، الله ينور عليك. اللي وراها بقى مستر طه از فيموس فور، كلمة فيموس فور مشهور بيه، الاثنين على بعض اتحفظوا، فيموس فور مشهور بيه. هيز ايه؟ ستوريز، ستوريز قصصه، لسه لازم اكمل للاخر. وي اول لاف، كلنا بنضحك، لاف يعني نضحك، يبقى قصص ايه؟ الوت كثيرا، وين وي هير ذم، لما نسمعها، يبقى قصصه الايه؟ اتفضلي. صح فاني، المضحكه. اللي وراها نقط شوت، ينبغي ان، شوت يعني ينبغي ان، لوك افتر، يعتنوا ب ذا انفايرمنت، البيئه، نكمل بس يعتنوا بالبيئه. وين زي فيزيت ا كونتري، عندما يزوروا البلاد، مين اللي ينبغي ان يعتنوا بالبيئه لما يزوروا البلاد؟ مين؟ التورستس هم السياح. صح برافو عليك، التورستس اللي هم السياح. صح السياحه، تورستس دي توريزم، السياح ما ينفعش اقول السياح، ينبغي ان تعتني بالبيئه، لا السياح يعتنوا بالبيئه. فارمرز الفلاحين، بلانت يزرعون، a lot of الكثير من، اورنج تريز شجر البرتقال. ايه ذا ريفر، الفلاحين بيزرعوا الكثير من اشجار البرتقال، عايز اقول على طول النهر او على امتداد النهر. يعني ايه على طول او على امتداد؟ انا واحده فيهم لا along، انه بقى along، كلمة على طول او على امتداد دي معناها along، كلمة واحدة، لا كلمة واحدة، A-L-O-N-G مفيش فاصل بين اللي هي دي along، تاني واحدة عرفتوها شكلها؟ ايه دي اسمها along the river، على طول النهر. احفظوا التعبير على along the river يعني على طول النهر. Owners of the hotels، owners of hotels يعني ملاك الفنادق، اللي هم أصحاب الفنادق، owners أصحاب يعني أصحاب الفنادق. شود ينبغي إن هم إيه the environment، البيئة. ها لو قلنا دامج آخر واحدة دي دمروا البيئة، ينفع كده أصحاب الفنادق دمروا البيئة ولا يحموا البيئة من التلوث وكده؟ يحموا protect. صح اللي وراها بيقول لي هنا The hotel is located، قلناها كتير، يقع on، صح is located on a lovely beach، يعني يقع على شاطئ جميل. اللي وراها بيقول لي the few turtles، few دي القليل من، وturtles السلاحف، القليل من السلاحف on the beach على الشاطئ are in danger، في خطر.
از ايه عايز اقول كنتيجه ليه از ايه يعني كنتيجه ها للفندق يعني از هيلب ان سيم ها از ايه في تعبير على بعض اسمه از ريزلت از ايه ريزلت نكمل اللي وراها workers العمال on the boats العمال على القوارب العمال اللي على القوارب ايه يعتقدون يعني ذات coral reefs coral reefs دي الاعشاب المرجانيه ان الاعشاب المرجانيه ار دامجد تدمر باي سكوبا دايفرز بواسطه الغطاسين اللي بينزلوا تحت الميه عايز اقول يعتقدون بقى ها العمال عمال القوارب يعتقدون ايه لا بليف يعتقد يعني ايه يعتقد يبقى بليف اللي وراها يا جماعه وي شود ستوب يجب ان نوقف ستوب بقى بتاخد حرف الجر ايه تورستس السياح من تدمير البيئه يعني ايه من دي بقى ستوب تورستس ايه نوقف السياح من تدمير البيئه المهم من هنا يعني ايه ها from اللي وراها تورستس السياح around the world ها عايز اقول من جميع انحاء العالم ايه ايه اللي كلمه من يعني ايه اراوند ذا وورلد دي انحاء العالم عايز اقول من انحاء العالم ها فروم اراوند ذا وورلد الجمله اللي وراها ماي فادر اولويز اسك اس اسك اس تو يعني بيطلب مننا ان ابي دائما يطلب منا ان ايه سجستشنز اقتراحات اباوت هاو تو سبيند ذا ويك اند عن كيف نقضي الاجازه ايه اللي بيجي مع سجستشن يعني نقدم اقتراحات ميك سجستشن صح الجمله اللي وراها يا جماعه رقم 46 ادلتس اللي هم الكبار ار ذا بيبل هم الناس هو ار ايبل تو كلمه ايبل تو يعني اللي يقدروا يعني ايبل تو يعني يقدرون يعني فنقول ايه الكبار ادلتس هم الناس اللي يقدروا ان هم اذا تشوز اند تشوز ويختاروا ذا بيرسون زي وونت الشخص عايز يقول يصوتوا يعني في الانتخابات يعني فوت صح اول كلمه رقم 47 بيقول لي هنا my mother امي always tells me how to بتطلب مني تخبرني يعني كيف ايه my problems alone احل يعني ايه solve السؤال دلوقتي رقم 48 بيقول لي ان my class فصلي قرر that we could اننا كود ايه بوتلز يعني قد يعني او ممكن ايه الزجاجات الازايز يعني تو ريسايكل زم كلمه ريسايكل زم يعني نعيد تدويرها يبقى حاجه اسمها كولكت نلم نجمع يعني كولكت الجمله اللي وراها ماي كلاس خلاص دي يبقى كولكت يعني ايه نجمع كولكت بوتلز يعني نجمع الازايز نقط از ذا واي هي الطريقه وريوز ريوز يعني نعيد استخدام طريقة بص هي الطريقة اللي بنعيد فيها استخدام old things الأشياء القديمة to become لتصبح new again لتصبح جديدة يعني نجيب القديم نعمله جديد دي اسمها عملية الريسايكل يبقى ريسايكلينج دي تدوير عملية التدوير ان احنا نلم القديم ونعمل منه جديد climate change تغير المناخ is a problem هي مشكلة ايه عايز اقول مشكلة عالمية العالم كله بيتكلم عليها اسمها global اسمها ايه جلوبال يعني اي كلمه عالم كلمه عالميه يعني جلوبال بروبلم يعني مشكله عالميه الجمله اللي وراها بيبل الناس ان ماي لوكال اريا في منطقتي الناس في منطقتي ديسايدد تو قرروا ان هم كلين اب ينظفوا الايه تو ريديوس عشان يقللوا وورر بولوشن تلوث الهواء الماء يبقى قرروا ان هم ايه بقى كلين اب ينضفوا ايه عشان يقللوا تلوث الهواء ها اللي كلمه بصوا كمان المفروض ريفر تبقى مفصول عن بنك ريفر ايه بنك اللي هو ضفه النهر اللي هي دي ريفر بنك يعني ضفه الايه النهر ماي ماذر امي اولويز ادفايسز مي تنصحني تو بي كيرفول ايه ماي ماني كلمه حريص على المال يعني ابقى حريص على المال يبقى كيرفول ويز ماني احفظوا على بعضها careful with money يعني حريص على المال الجملة اللي وراها rubbish الزبالة القمامة يعني in the river في النهر not the wild life wild life الحياة البرية عايز اقول القمامة في النهر الزبالة في النهر بتدمر الحياة البرية يعني damages ماشي اللي وراها
اللي وراه بيقول لي when there is too much smoke coming out from factories, عندما يوجد there is يعني يوجد too much يعني كثير جدا من الدخان بيخرج من المصانع, it is air pollution, تلوث الهواء, عايزه تسبب تلوث الهواء, كلمة تسبب يعني cause. اللي وراها بيقول لي the price of the room, سعر الغرفة in this hotel is 500 pounds, سعر الغرفة في الفندق 500 جنيه a night يعني في الليلة, a night يعني كل ليلة. راح كاتب ايه breakfast, عايز اقول متضمنة الفطار, مشتملة على الفطار, يعني متضمنة او مشتملة على including يعني متضمنة او مشتملة على. اللي وراها بيقول most big shops, معظم المحلات الكبرى and supermarkets, والسوبر ماركت are found in the city, ايه في حاجة اسمها city, ايه center يعني في وسط البلد يعني. اللي وراها بيقول لي هنا my mother, امي, often غالبا, me too, لو في فرق بين remember يتذكر, remind يذكر, بيقول امي دايما تتذكرني ولا تذكرني, تذكرني to get, ان انا احفظوا برضو التعبير التاني, get my school bag ready, احضر شنطة المدرسة, ده تعبير مهم, get my school bag ready يعني احضر شنطة المدرسة. يبقى امي دايما بتذكرني, يعني ايه reminds me, reminds ايه me, بتفكرني ان انا احضر شنطة المدرسة. اللي وراها ناخد بقى سنة القواعد. الجملة اللي جاية بقى بسرعة كده, الكسندريا الاسكندرية, عايز اقول تقع في, كلمة تقع في is located in, ده تعبير على بعض, is located in او on, is located in او is located on, تقع في the north of Egypt, شمال مصر, يبقى is located. الجملة اللي وراها the farmers, الفلاحين, around here, الفلاحين هنا, عايز اقول يزرعون الكثير من الخضروات, من الخضروات يزرعون, يبقى جروع عادية, ماشي. اللي وراه بيقول ذا ميوزيم, المتحف, انا بتكلم باللغة العربية, لو قلنا فيزيت يبقى يزور, لو قلنا از فيزيتد يوزار, المعنى ايه بقى راكب معايا, يبقى يزار. بصوا خدوها نصيحة كده, اللي عايز تصريف ثالث, مفيش تصريف ثالث في اي ان جي, مفيش تصريف ثالث اخره ايه, اي ان جي. اللي وراها بقى بيقول لي ذا سيتي, المدينة, كلمة معروفة بيه او تعرف بيه, بصوا بقى معايا ذا سيتي, المدينة از معروفة بيه, از نون فور, في خطأ كده, المفروض از دي تتلغى وتبقى از نون هي الإجابة الصح, عشان كده يبقى في اتنين از ورا بعض, يبقى از نون فور يعني تعرف بيه او معروفة بيه, ده مبني المجهول, مش ما ينفعش اقول مدينة تعرف, لا المدينة تعرف, ها بي اتس بيوتيفول بيلدينجز, مبانيها الايه الجميله, لوتس اوف كوتون, الكثير من القطن, القطن لا يعد, القطن لا يعد, فبيتعامل معامله الايه المفرد, فعايز اقول الكثير من القطن يزرع ولا يزرع, يبقى انا محتاج حاجتين بقى, ها از والتصريف الايه الثالث, از جرون, از ايه جرون. الجمله اللي وراها ميني فيش, طالما قال ميني يبقى بيعد, يبقى بيعد, ميني دي بتيجي مع العدد الجمع يعني, ميني فيش, الكثير من السمك, الكثير من الاسماك يعني, تصطاد, تصطاد ولا تصطاد, يبقى انا محتاج اعملها بس, يبقى ار كود, ار ايه. الجمله اللي وراها بيقول لي هنا ريسايكلنج, اللي هي تدوير الاشياء, لما الاقي قاز ادور على قاز الثانيه, لما الاقي قاز ادور على قاز الايه الثانيه, ها عايز اقول لي يعني جميله, يعني تدوير القمامه ده شيء جميل زي كذا, يبقى قاز بيوتيفول ايه قاز. اللي وراها بيقول مونت كينيا, جبل كينيا, is not as high, ايه is not يعني ليس, انا عندي as اهو, عندي as صح, يبقى محتاج ايه as التانية. بص يا جماعة في as, يبقى في as, لا هيحط الاولى هدور على ايه على التانية, هيحط التانية هدور على ايه على الاولى, as صفة, as صفة, as بدون اضافات, as tall, as high, as big, as صفة, as, فهنا as هاي يبقى محتاج as التانية. الجملة اللي وراها ذا بوك, this book, هذا الكتاب is bad, سيء, خلي بالك هنا بص, طالما قال اسم وقال بط يبقى بيقارن بين اثنين,
بيقارن بين ايه؟ اثنين. بيقول هذا الكتاب، الناس بقى اللي حافظه بقى، هذا الكتاب سيء but the other book، ولكن الكتاب الاخر اسوء. يبقى انا محتاج اللي هي الثانيه بقى، كانت فيها هيحفظكم بقى، احفظوها صم كده. bad worse than the worst، bad worse than the worst، تحفظ صم. يبقى انا عايز الدرجه اللي هي الثانيه، يبقى ايه؟ لكن هذا لكن الكتاب الاخر مش سيء بقى، يكون ايه؟ اسوء. يبقى ايه؟ worse. احفظه لما تيجي بقى بط. يعني عايز اقول مثلا ايه، محمد استول بط علي استول ولا تولر؟ تولر، لان بقارنه بالاولاني. فهمتوا كلمه بط؟ لما تيجي بقى بعمل مقارنه بين ايه؟ اثنين. اللي وراه this month، هذا الشهر was، في زان اهي، في ايه؟ زان. بصوا بقى اقول لكم على حاجه برضو كنتوا بتختاروا، لما تلاقوا مور وصفه فيها اي ار ما تختاروهاش، لان انا بحط مور في الصفات الطويله. تاني، مور بتيجي بعدها صفه ايه؟ طويله، زي امبورتنت، مهم، بيوتيفول، ما بحطلهاش حاجه، بقى الصفه الطويله كده بحط مور. ها؟ طب لما تكون اي ار، الاي ار مش محتاجه مور قبلها بقى، يعني لما تيجي مور واي ار ما تاخدش ايه؟ تلغيها. يعني مثلا مور ويتر دي، ها؟ يعني اكثر مطرا منه. ماشي، يبقى انا عايز ايه؟ ويتر. يبقى هتبقى الاخير عشان في زان. فهمتوا حته المور واي ار ما يجوش مع بعض، دول غلط. اللي وراها بيقول لي ان لاين اون ذا بيتش، لاين يعني الركود على الشاطئ، از نوت ذان وركينج ان ذا سيتي، العمل في المدينه، العمل الشغل في المدينه. ها، لاين اون ذا بيتش، النوم على الشاطئ، على الشاطئ، از ايه؟ ذان وركينج ان ذا سيتي، العمل في المدينه. ها، عايز اقول اكثر راحه يعني. ها، التالتة استرخاء يعني، يبقى مور. بصوا احفظوها بقى قاعده كده، مور صفه ذات، بس بتبقى صفه ايه؟ طويله، بس كده. زي مثلا دينجرس، خطير، اقول مور دينجرس ذات اخطر منه، بقارن بين ايه؟ حاجتين. الصفات الطويله كده بحط مور قبلها، بحط مور ايه؟ قبلها. الصفات القصيره بحط لها اي ار وبعدها ذات. اتفهمت الفرق؟ عشان كده بقول لك مور واي ار ما يجوش مع بعض. الجمله اللي وراها بلاستيك بولوشن، اللي هو تلوث البلاستيك، از ايه؟ ناو كاتب زان اهو، ايه اللي بتيجي مع زان في دولت؟ ها؟ وورس، صح، وورس زان. اللي وراها بقى بيقول لي زير از يوجد ا لوت اوف ترافيك، الكثير من زحام المرور الكايرو، اتس نوت زان، في زان اهي، يبقى نويزير زان، صح، اكثر صخبا منه. طب واحد يقول لي مور ونويزير، لا ما احنا قلنا بقى مور واي ار ايه؟ غلط، ما يجوش مع بعض. اللي وراها علي سيس بيقول ذات فوتبول از نوت، ان كرة القدم في از اهي، قلت لكم لما تلاقوا از تدوروا على از الاولى. ها، فين از الاولى؟ مش موجوده. قال لي يبقى تدفع سو، تدفع ايه؟ انا لو في نفي، لو في نفي وما لقيتش از اخد ايه؟ سو، تنفع برضه. يبقى علي سيس بيقول ان كرة القدم ليست صعبة مثل الهاندبول، مثل الايه؟ الهاندبول. الجملة اللي وراها فيكس ده التين، التين ار ايه؟ از، في از تانية اهو، في از تانية اهو، يبقى ادور على ايه؟ على از الاولى، صح. طب واحد يقول لي طب وسو ما تنفعش ليه؟ قلت له سو في النفي بس، سو تنفع فين؟ انما از في النفي والاثبات، في النفي والايه؟ بالإزبات. نخش على اللي وراها، اور هاوس، البيت بتاعنا كمفورتبل، تتنطق ايه؟ كمفورتبل، مريح. عايز وفي بعدها زان، يبقى انا محتاج ايه قبلها؟ مور، صح. اللي وراها بيقول لي ان ساره از، وفي زان اهو، في زان اهو، في اتنين ما ينفعوش يجوا مع بعض، لو قال مور ويانجر ما يجوش مع بعض. ويانج دي من الصفات القصيره يعني، مش محتاجه مور، الصفات القصيره مش محتاجه ان احط مور قبلها، يبقى يانجر زان على طول. اللي وراها بيقول لي ان كارز، العربيات، ار ايه؟ زان موتور بايكس، الموتوسيكلات، العربيات في زان اهي، امن بقى، العربيات امن من الموتوسيكلات. ايه؟ التانية سيفر، صح. اللي وراها شاركس، اسماك القرش، ايه زان لايون، لاينز الاسود، اسماك القرش ايه؟ الاسود، اخطر من الاسود. ها، في زان ودينجرس من الصفات الطويله، فبحط ايه قبلها؟ مور دينجرس، زان يعني اخطر من. حسن از انوت فوتبول بلاير، وفي زان اهي، جت زان، مين اللي هتنفع مع زان في اللي مكتوبين دولت؟ بيتر، صح. يا ريت احفظ بقى الثلاثه، جود
better than the best. Bad worse than the worst. ها؟ good better. لسه حلو كل ده؟ هنكمل. You can run. اتبع معايا. We can run. نحن نستطيع أن نجري. As. A. As. بين as و as بحط الصفة بدون إضافات. أو الظرف بس كده. من غير ما تزودلوش بقى حاجة. As fast as. اللي وراها بيقول لي I don't earn as a money as you do. يعني أنا اللي أكسب الكثير من المال مثلك يعني. ده بيقول لي أنا ما بكسبش فلوس قدر. بيحسده يعني. فيقول له إيه؟ يبقى as a much بقى. Much money. الماني تيجي مع much. اللي وراها بيقول مونت ايفرست. قمة ايفرست از. في زان اهي. في زان. يبقى محتاج ايه؟ ER. على طول higher. The museum is usually a اهي. از بيكون يعني. وكاتب زان. هي crowded ديت من الصفات الطويلة. يبقى ما ينفعش احط لها ايه؟ ER. بديل الاي ار ايه على طول؟ نقول ايه؟ ايه؟ اه. مور صح. مور crowded. اسحب منه. ما في زان. اللي وراها I think the blue dress. انا اعتقد ان الفستان الازرق is not زان اجمل يعني من the red dress. الفستان نايسر على طول. الطف يعني او اجمل. اللي وراها بيقول لي هنا ان عادل استول اهو. اول ما يقول بقى اهو ده اللي انا لسه بقول لكم عليه. عادل طويل. لكن رامي ايه؟ عادل طويل. لكن رامي ايه؟ لا هي تنفع قصير بس لو كاتبها تنفع. بس بقول عادل طويل بس رامي ايه؟ اطول ما احنا قلناها دي الحته. يبقى انا طولر عاديه. مش احنا قلنا مور والاي ار ما يجوش مع بعض. اللي وراه برضك لما تيجي ويتش بريدج انه كوبري اطول وكاتب كوبريين. لما تيجي مقارنه بين اتنين يبقى اخد انه صفه اي ار برضو. يبقى انه كوبري اطول لونجر. The 6th of October city or قصر النيل بريدج. احنا في رقم يا جماعه 28. بيقول لي انجلش از كاتب زان اهو. كاتب زان اخد انه. ايوه صح. ايزير على طول. اللي وراه وي كان ران از ايه از لسه قايلينها از ايه از فاست از ماشي. فوتبول از ايه بوبولار جيم. بس هنا بيقارنها بكل الرياضات اللي في مصر. يبقى ما ينفعش اقول مور لان ما فيش زان. يبقى اخد ذا موست. اخد ايه؟ ذا موست. اللي وراه يعني ايه ذا موست بوبولار؟ اشهر لعبه او اكثر لعبه شعبيه بتقارنها بكل الالعاب. ويتش سبورت از. هنا بقى بيقارن بين اتنين. انه لعبه احسن كرة القدم ولا التنس؟ بيتر من غير زان بقى. ليه؟ لا اسمعيني ده في السؤال ما احط الزان. يبقى اقول ايه؟ بيتر بس. يبقى انه لعبه احسن كذا ولا كذا؟ لان ما قلتش منه وانا بتكلم بعربي. ما قلتش منه. انه لعبه احسن كرة القدم ولا كرة السلة مثلا؟ ما قلتش احسن من بعد كده. فاهمين ولا لا؟ يبقى هنا بيتر بس. السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ ذا سيف كوت. بيقول هل الحرامي اتقبض عليه؟ هل ده مبني المجهول. ابدا بكلمه ايه؟ ايه الصح؟ يعني عشان عملتها سؤال. ان سمر مور ايس كريم. بص بقى في الصيف ها الكثير من الايس كريم. الايس كريم ياكل ولا يؤكل؟ يؤكل. خلاص عرفناها بقى. مفيش تصريف ثالث في اي ان جي. يبقى از ايتن. ايوه كده. اللي وراه بيقول لي هنا ذا فلاورز الورد ار ووترد. ار وتصريف ثالث يبقى مبني للمجهول. يبقى يروى. هنا بيقول لي ان الورد يسقى او يروى. ماي براذر اخي. عايز اقول بواسطه اخويا يعني. لا بواسطه عن طريق باي ماي براذر. بواسطه اخي. اخر واحد باي ماي براذر. اللي وراها بيقول ذا رايترز ارتكلز. مقالات الكاتب. المقالات بتاعت الكاتب. مقالات الكاتب نقط باي ميني بيبل بواسطه الكثير من الناس. المقالات تقرا ولا تقرا؟ تقرا. يبقى مبني للمجهول بس بيتكلم عن جمع المقالات. يبقى ايه؟ ار ريد. واحد يقول لي طب ده الاولاني. لا ريد. ثلاثه شبه بعض. ريد ثلاثه شبه بعض في الحروف. بتتكتب ريد ثلاث مرات اول وثاني وثالث. يبقى ار ريد بس تتنطق ريد.
جيرمان اللغة الألمانية تتحدث ولا تتحدث؟ تتحدث. يبقى أنا واحدة فيهم يا جماعة ما فيش تصريف ثالث فيها ينش إيزي سبوكت اللي وراه بيقول لي إن بترول البترول يصنع بترول ده البنزين بقى البنزين يصنع من البترول يصنع يصنع إزميد اللي عارف يقولها يا جماعة بس مش بعرف يقول على طول شو وقت the walls الحيطان aren't ليست إيه by my mother عايز اقول ما ادهنتش بواسطة امي يعني لم تدهن يعني يبقى ايه الاولى بنتت اللي وراها ماي روم غرفتي ايه افري داي كل يوم تنظف ولا تنظف اسكليند اسكليند اللي وراها بيقول لي ذا نيو ميوزيوم المتحف الجديد از ايه فروم عايز اقول ابعد في زان اهي شايفين زان يبقى ابعد من ابعد من فارزر صح كده إيه؟ بس دي من الصفات الشاذه اللي هنا ايه ما بحطش الاي ار هي فار فارزر حافظ زي ما هي كده ايه مكتوبه في المذكره في ماشي تصويب الخطا يا جماعه هنا تصويب الخطا بقى نو ون يعني محدش ان كلاس في الفصل محدش في الفصل is a zen ريم يعني من ريم tallest ريم zen ريم اللي هو zen بتيجي وراها ايه اس اي ار يبقى تولر zen ريم طالما في zen يبقى في اي ار طالما في zen يبقى قبلها ايه اي ار اللي وراها كايرو از في zen هي احط مصر مور صح يبقى مور اللي وراها ان elephant الفيل is big than bigger than بس bigger double g bigger ايه يعني big دي احط لها جي بعد كده اي ار بيجر زي اللي وراه today is النهارده it's not في as في as تانية يبقى لا ناقصه ايه في as قبلها بقى ما هو طالما ما ينفعش as واحد لو في واحده دور على الايه التانية يبقى as قبلها بقى it's not as windy as yesterday يعني الجو النهارده مش هوا زي امبارح يعني the mountain هذا الجبل was كان هاي وكاتب زين هاير زان ازود لها اي ار عشان زان بقول تشيز الجبنه از باد فور يو كاتب زان فروت في زان اهي التاني بتاع باد ايه وورز ذيس تيبل ذيس تابلت قصدي هذا التابلت از التابلت ده وكاتب زان وبس اكسبنسيف من الصفات الطويله يعني ما ينفعش احط لها اي ار يبقى احط مور قبلها مور اكسبنسيف زان ذات وان كايرو از لما تيجي زي قبل الصفه ما احطش ايه ار احط اي اس تي يبقى ذا بيجست عشان بتقارنها بكل المدن يبقى ذا ايه بيجست بعد ذا والبيجست ها طيب اللي وراها هنا بيقول لي ان تنس از كاتب ليست دينجرس ذان فوتبول هي ذان دي يعني مين احط ايه بقى قبلها ليس لا لو ما جاتش مور تبقى ليس يعني ايه لو مور دينجرس لو مور دينجرس اخضر ليس دينجرس اقل خطوره اقل دي كتب ازاي ليس ال اي دبل اس ال اي دبل اس هي ووز زي ما تجيش مع بيتر زي تيجي مع بيست احفظوهم بقى الثلاثه جود بيتر زان ذا بيست جود بيتر زان ذا بيست لما الاقي زي اقول بيست اللي وراها اللي وراها كاتب ايه ذا هوتيل الفندق باي ذا بارك از ذا مودرن هوتيل ان ذا سيتي ذا مودرن هوتيل عايزه الاحدث يبقى ناقصه كلمه ايه موست لما تيجي وزاد تحطوا ايه ذا موست اللي وراه بيقول لي ذا ماركت السوق از فار في زي ان هي متاخره اهي فارزر يعني اكتبها ايه فار بعد كده احط لها تي اتش بعد كده اي ار يعني اكتب فار المكتوبه دي احط لها تي اتش بعد كده اي ار اللي وراه هو هاز من لديه ذا فاست كار فاستست لا لما تلاقوا زي قلت لكم تحطوا اي اس تي ذا فاستست كار ان ذا سيتي بيقول ماي جراند فادر جدي is كاتب the older in our family اكبر واحد في العيله اقول the older قلت قبل ذا يعني اشيل الار واحط اس تي اشيل الار واحط ايه اس تي the oldest person يعني اكبر شخص في العيله طب في اس اهي شايفين تحت كده اس شورت زان اللي تحتيها اس علي اس اس شورت زان باسكت بول لا يعني هو يعني هو عايز يقول اس شورت لو لقيت از ادور على ايه ثانيه مش زان بقى يبقى خلي زان دي ايه بعد شرطه اكس يعني الجمله اللي وراها بقول واتس لونجست ريفر ناقص حاجه بقى قبل لونجست كده عشان تبقى صح
لا لما تلاقي الصفه فيها اي اس تي بقى قبلها زي بقى زي بتيجي بعدها صفه فيها اي اس تي. ذا لونجست ريفر يعني اطول نهر ان ذا وورلد في العالم. حبيبه از جود زان جود زان بيتر زان سن جيزا جيزا نوز تعرف ولا تعرف؟ تعرف لسه از نون از ايه نون نون بقى از احط از واشيل الاس واحط ان از نون فور يا ريت تحفظوا التعبير ده على بعض. از نون فور يعني تعرف بيه. اتس انشنت بيراميدز الاهرامات الجيزه تعرف بالايه؟ بالاهرامات وانشنت القديمه. اللي وراها بيقول لي فارمز الفلاحين ارجو رون تزرع لا يزرع جرون لا الفلاحين مالهم ايوه ازرع جرو 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 عاديه جرو بس جرو بس انا قلت جرو ثاوزندز اوف فيش الاف الاسماك تصطاد يصطاد تصطاد بقر ولا مش عارفه ده كوت كوت حروف كوت ازاي بقى سي اي يو جي اتش تي كلمة مستر طه ده يتذكر ولا يتذكر؟ يذكر يعني يذكر بقصصه المضحكة يذكر يذكر يبقى إز والتصريف الإيه الثالث هو حاطط إز يبقى شيلها إز وخليها إز ماشي بيبو للناس أر بلاية يلعبون الناس يلعبون لا يلعبون جملة عادية بلاي بس يلعبون طيب بيقول لي كوتون كلوز الملابس والكوتون كلوز دي فيها اس جمع كلوز الملابس بس النطق الصح كلوز كلوز كده ماشي بس اسم جمع عشان فيها اس اي ملابس فيها اس اي حاجه بتتلبس واخرها اس تبقى جمع احط اس بعدها ار يبقى ار والتصريف الايه التالي يبقى ار ميد ار اي ميد هو ما حطش ار زي ما هي كده ار هي ميد صح لان ميد ده تصريف ثالث بس نسى ايه الار بس كده hundreds of photos الاف مئات من الصور of the pyramids are taking انا قلت ما فيش تصريف ثالث في اي ان جي taken اقول لكم ازاي اشيل الاي ان جي واحط اي ان ايوه انت قلت لنا ماشي الجمله اللي وراها هل المنيا تعرف بالعسل الاسود لا هل هنا في لما تلاقوا تصريف ثالث يبقى ايز او ار قبلها لما تلاقوا تصريف ثالث زي نون تحطوا قبلها تصريف الثالث قبلها ايز او ايه او ار اللي هو العسل على فكره لا يعد از يبقى از مانيا از مانيا نون فور صح الجمله اللي وراها وير از يور هوم سيتي تقع بقى لسه قايلينها لوكيتد اشيل الاس واحط الايه الدي وي بلاينج فوتبول افري داي كل يوم بلاينج غلط مع افري داي ده مضارع بسيط المضارع البسيط ما فيهوش اي ان جي يبقى حط له اس لا لا يا جماعه هي وي بتاخد اس بلاي بس بلاي ماشي وي ما بتاخدش اس وبلاي ميلك از كيبنج عايز اقول اللبن يحفظ از كيبنج لا كيف ده تصريف ثالث اقول لكم ازاي بيتكتب ازاي كي اي اي واحده مش اتنين اي اي واحده وبي وتي كي اي بي تي ده التصريف الثالث من كي لسه قايلينها بقى هل الاماكن الشهيره تزار انا لما الاقي بقى تصريف ثالث يبقى احط في البدايه سؤال اس او ايه او ار عشان اقول هل تزار السلام عليكم